الانسان ينقذ انا والطفل ديالي والزوج ديالي. عشرة العائلات، 8 العائلات حنا منهم، يعني حنا ما غاديش نستافدو. دازو ديك العشرة منين شي شعاد مقدم قلت ليها شنو، قال لي في 2012 من موراها جا الخبير داكشي خرجت لنا الورقه ديال الافاق، بعناها لنا حنا الدار صافي ما بقاش صالحه للسكن، دفعنا الدواسه ديالنا فحالنا فحال الناس كيف ما داروا الناس في المدينه درنا حتى حنايا. ملي مشينا العام الاول ما داروا معنا والو، الثاني الثالث حتى هذا العام، شحال دابا مده 10 سنين، هاد 10 سنين وحنا كنعيشوا في الخطر اخويا. يوميا اكثريه فوقيته ديال الشتا راك شتي الدار كي دايره، يوميا كطيح علينا، يوميا كطرطق، يوميا كطرطق، يعني نعاودوا ولا شنو؟ قلت لك اخويا حنا يوميا الدار كطرطق علينا، الدار كتفيض علينا، بغينا هاد المسؤولين يديروا معنا شي حل. عييت اخويا من مشي، ودابا هاد العام هذا راه الدار زادت كثر اخويا، انا ولات عندي فوبيا من الدار. الناس فيها، الدار فيها الناس مسنين وفيها اطفال وفيها انايا والوالده ديالي والاخ ديالي مريض نفساني، يعني اخويا شكون اللي غادي يمشي عندهم؟ انا اللي كنمشي وكنبقى نجري ونطلع ونصيب الوراق، ولكن ما كاين اخويا حتى شي حاجه. مقدم ما كيجيش عندنا، ملي كنمشي عنده كندير ليه اتصال فيديو كيقول لي وصافي حتى نشوفوا اشنو كاين، ولا كانت القرعه ولا هادي راه غنعيط لك، ما عمره ما عيط لي قال لي لا شي قرعه ولا حتى شي حاجه. دابا كنطلب من المسؤولين يديروا معنا شي حل، يجيو يخرجونا من هاد الدار قبل ما تطيح علينا. هي هاد الدار اللي مسدوده حتى هي اللي استافدوا الناس ديالها، حنا راه باقي ما استفدناش هنا، 6 سكان حتى واحد فينا ما استفد. دابا كنطلب منهم يجيو يعطيونا الاستفاده ديالهم. انا بعدا بالخصوص وكنقولها انا مستعده غنخلص عطانا، حيت كاينين العائله ديالي اللي غيخلصوها عليا، الله يجازيهم بخير، هما اللي غيخلصوها عليا، يعني ما غيبقاو معايا حتى شي مشاكل. انا بغيت نعرف علاش هاد الطماطول وعلاش بغاو يخليونا في الدار تتريب عدينا، هذا هو السؤال ديالي الوحيد. حيت انا كل عام كنمشي نناشدهم وكنطلب، وكن قديمه القيد تبدل، ولكن المقدم عارف هاد الظروف، ولكن علاش ما كيقولش القيد اجي الدار خصها تسد، الناس خصهم يستافدوا. ما عطاوناش الاستفاده ديالنا، يقول لنا خرجوا يديروا لنا حنا كيطون في الزنقه ونجلسوا فيه، وما بقاوش جالسين اخويا في هذا الخطر. هذا الشيء اللي كنتمنى انا. ولدها الله ووالدها باقي ما عنده حتى شي 6 شهور طاع عليه، كنتزقل لها من الحجر، ساكنه الفوق لا طلعتي تخلع الفوق عاوتاني. راه دارت مع شي ثلاثه الخطرات وما كيجيش يسجلوا هادشي وما داروا معاهم والو، مساكن حتى حنا ما داروا معنا والو. حتى حنا لا دخلتك دابا لداخل راه تخلع، والله العظيم كتسمع الطرطيق بعض الخطرات، والفوق عاوتاني كيطيح الطروف عندنا السطوحه. مشاو شكاو داكشي قال لهم خصكم تجيبوا خبير، وخبير مع 3000 درهم وحنا ما خداميش. حنا راه تلموا داكشي والضو، اللهم مخلصين وجايي العام وجاو حيدوا لنا الضو. الدار راه ظلمه كاع للشيء، مع من تهضر مع من ما كاينش معاهم تهضر اخويا. ما حنا خدامين نهار ونهار ما تخدمش، والله يحسن العاون لكل واحد. لا طلعتي للدار الفوق راه تخلع، طلعوا اخويا صوروا الفوق وتشوفوا واش كاين، ولا هضرتي كيجوك وحدين اخرين كيبداو يهدوا فيك. الله يلقى السلام، كاين تهديدات، لا هضرتي على حقك كتهدد كاع. الله يدير شي تاوت الخير لكل شيخ، والله يدير الله يدير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.